رولا هاني السماعين صحفية وكاتبة وقصة نجاح أردنية، كونها الصحفية الوحيدة بالأردن والشرق الأوسط المختصة بموضوع صعب ومهم بذات الوقت، وهو حوار الأديان أو الحوار ما بين الأديان اللي بيلعب جزء كتير مهم بالعنوان الأشمل حول الثقافات. رولا معنا على باتصال معنا من الأردن. أهلا وسهلا فيك رولا. صباح الخير، أهلا فيك. كيفك اليوم؟ مش الحال؟ مش الله، أنا مبسوطة أكون معكم على برنامج. كنا بنتمنى تكوني معنا بالاستوديو، ولكن نحن كمان كتير محظوظين انك معنا حتى على اتصال عبر الزوم تتخبرينا اكثر عن هذا الموضوع. خلينا نبلش على حوارات الاديان اللي كنا عم نحكي عنه وافتتحنا فيهم. خبرينا عنا اكثر، خبرينا عن هذا الموضوع اكثر، وليه اخترتي بالتحديد موضوع الحوارات ما بين أتباع الأديان؟ هو موضوع كتير مهم لأنه ما له زمن محدد، وبنفس الوقت إذا بنرجع للتاريخ وندرس القضايا التاريخية والحروب اللي مرقنا فيها بمنطقتنا وبالعالم، رح نلاحظ بأنه السبب الرئيسي لكل الحروب هي للأسف الشديد هي النزعات الدينية أو الاختلافات الدينية. لذلك باختصار شديد خلينا نقول بأنه الحوارات ما بين أتباع الأديان هدفها أو هي خلينا نقول الطريق نحو المعرفة والتعارف، يعني نتعرف على بعض، والهدف منها لإحلال السلام المحلي الذاتي والمجتمعي. أهمية حوار الأديان تيجي لأنها بتنشر المعرفة بالآخر، وخاصة عندما يكون النسيج متنوع، النسيج المجتمعي الواحد متنوع، فبكون جدا مهم بأنه هذا النسيج المتنوع لزيادة اللحمة بأنه يتعارفوا على بعض. والطريق للتعارف على بعض هي عن الأهم هي الحوار، وبالذات الحوارات ما بين أتباع الأديان المختلفة، لأنه إحنا في عنا اللي بتنبني هي على الآية المقدسة الموجودة في القرآن الكريم والكتاب المقدس اللي بتقول محبة الله ومحبة الجار. فهذه الآية المشتركة بين الأديان السماوية المسيحية والإسلام، وهذه بالذات هي دعوة إلى السلام. فإحنا مقتنعين بأن لا يوجد سلام من دون معرفة، ولا يوجد معرفة وتعارف من دون حوار، وبالتالي اللي بوصلنا إلى السلام الذاتي والمعرفي والمجتمعي هي الحوارات. وكونك صحفية يعني اشتغلت أكثر من عقد تقريبا 12 سنة تنكون محددين أكثر بهذا الموضوع بالتحديد، وكنت عم تشتغلي عليه باللغتين العربية والإنجليزية كمان. خبرينا خلال هول 12 سنة شو تعلمتي من هذا الموضوع ومن المواضيع التابعة له كمان؟ تعلمت بأنه في جهل كبير أحياناً في موضوع الحوارات ما بين أتباع الأديان، لأنه الحوار ما بين أتباع الأديان بالذات هو تعظيم الجوامع المشتركة الإنسانية وليس أي أمر آخر، أوكي، عشان ما يدخل بالتفاصيل الكاملة. تعلمت بأنه القوة تكمن في الفكر، وأن الفكرة هي القوة الحقيقية إذا إحنا قدرنا نطبقها طبعاً لما فيه لمصلحة المجتمع. وتعلمت بأن المحبة هي رباط السلام، هو الرباط اللي بيجمع البشر كاملة، وبأن السلام هو طريق شائك الحقيقة وفي عقبات كثيرة، وإنما بوجود أقوياء من رجال ونساء مؤمنين بالسلام يعني يتحقق، وما في إشي مستحيل إذا في إرادة. أكيد، وما في شيء حلو غير ما بده كمان شغل تنوصل له وتنقدر نكون عم نقدره أكثر وأكثر. رح نحكي شوي عن شق الكتابة، لأنه كمان ذكرنا أنك حضرتك كاتبة، وبكتابك الأول حسن السلام التجربة الأردنية بالحوار بين أتباع الأديان ونموذج العيش المشترك، اللي هو كان أول كتاب، خبرينا عنه أكثر. الكتاب حسن السلام هو بلخص تجربتي والأمور الشهادة كصحفية في موضوع مهم كتير اللي هو حوارات ما بين أتباع الأديان. وبفترة 10-12 سنة اللي تخصصت فيهم بهذا الموضوع بالأردن والشرق الأوسط، وهي نعمة من الله، رأيت بأن المملكة الأردنية الهاشمية بلدي لعب دور كتير مهم في السعي والحث المستمر نحو السلام. فكتبت حصن السلام لأن شفت الأردن هو عبارة عن حصن التجأ له كتير من الناس عبر التاريخ لوجود البيت الدافئ والآمن. وتكلمت عن الثلاث أهم مبادرات أطلقتها المملكة اللي عملت على نشر سلام في فترات جدا مهمة، اللي هي كلمة سواء، أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وابتدأنا في رسالة عمان. هذول ثلاث رسائل سلام أطلقتهم دولة صغيرة بالمساحة، لكن جهدها كتير كبير
وتأثيره كبير في العالم، ولا نزال نحث ونسعى نحو السلام الذاتي والمجتمعي. وأخذنا حالنا إحنا كأردن وعلاقتنا الإسلام المسيحية اللي هي العلاقة الطبيعية التشاركية اللي بيطلقوا عليها العالم العيش المشترك أو التعايش المشترك، أخذناها مثال يحذى للعالم، لأنه من خلال هاي الحياة الطبيعية اللي إحنا عايشينها بالتشارك وبالتفاهم وبالمحبة والجار والجار وكأنهم أخوة، أثبتنا بأنه السلام في التنوع ممكن جداً. 100% كمان يعني نحن ذكرنا أنه هذا أول كتاب، هو أكثر كتاب أكثر مبيعاً لهلأ، ولكن كمان عندي كتاب تاوي نحو الهزيعة الرابع. خبرينا شو القاسم المشترك بين هول الكتب، وشو اللي عم بخليك تكوني من دفعة تتكتبي عن هدول المواضيع؟ بلشت بنحو حصد السلام، لأنه حكيت عن تجربتي وما شاهدته، وعملت على مقابلات في صحفية موسعة، والكتاب عبارة عن مقابلات صحفية موسعة لأنه أنا مش ريسيرشر، فتجولت في العالم وأخذ من الكتاب مدة 3 سنوات، تجولت في المناطق العربية والعالمية العلاقة مباشرة بموضوع حوارات الأديان الأردنية، فرأيت بأنه الجميع بيحكي عن السلام المجتمعي. السلام المجتمعي، حتى نحصل على سلام مجتمعي الجميع أجمع بأنه لازم يكون في عنا سلام ذاتي. فكتبت حصد السلام اللي هو كيف الأردن شفتها أنه أطلقت هذه الرسالة، رسالة السلام عالمية، ورأيت بأنه السلام حقيقة إذا ما كان في عند الإنسان سلام ذاتي كيف بده يأثر على مجتمعه ويصير في سلام مجتمعي، وبالتالي يأثر على محيطه ويمكن ينتقل للعالم. فكتبت نحو الهزيعة الرابع اللي هي بتحكي زي ما بيحكي معناها، لأنه الفرج قريب، نحو الهزيعة الرابع معناها الفرج قريب، بأنه علينا إحنا كأفراد أن نسعى إلى الحصول على سلام الذاتي. كل واحد بيعرف حاله، بيعرف المعيقات في حياته، علينا أن نتقبل ذواتنا حتى نقدر نفهم كيف نتخطى المعيقات الموجودة، وحتى نوصل لسلام ذاتي شخصي ونقدر نعكسه على اللي حوالينا وتتوسع الدائرة ونحصل على سلام مجتمعي. هذا لا يعني أنه إحنا نغض النظر عن الأمور اللي السيئة أو المعوجة في الحياة أو في المجتمع، بل بالعكس هي عبارة عن سعي مستمر وكأنها رياضة ذاتية مستمرة حتى نقدر نوصل للسلام هذا الذاتي. واحتمال ما بقدر أقول لك مقياس معين، ما بقدر أقول لك مثلاً بدنا نقعد سنة بعدين نوصل للسلام الذاتي، هو عبارة عن رياضة مستمرة أو جهاد مستمر لتنظيف الذات والارتقاء بالذات وبالنفس وبالعقل، لأنه إحنا البشر عبارة عن mind, body and soul، يعني عقل وجسد وروح. فإحنا فالكتاب بيحكي كيف تغذية كل جزء من هذا الإنسان، لأنه ما بتقدر تغذي عقلك بدون ما تغذي جسدك، أو ما تغذي جسدك بدون ما تغذي روحك. والخطأ إذا إحنا منغذي نعمل على تغذية العقل والجسد ومنهمل الروح، فهناك في ثلاثية ذهبية لازم إحنا نعيها. باللحظة اللي إحنا واعينا على أنفسنا وقديش نحن كفرد مهم وتأثيرنا مهم في محيطنا، نقدر نحصل على السلام المجتمعي، وهذه هي رسالة نحو الهزيعة الرابعة. يعني حضرتك كتير بتحكي عن السلام المجتمعي، وكمان بتقولي أنه هو يمكن أول خطوة للسلام العالمي اللي دايماً كل العالم بيكونوا ناطرينه وعم بيسعوا له، وكمان أهديت الكتاب لمجموعة من الشخصيات البارزة والعالمية اللي بيشتغلوا على موضوع السلام العالمي، وعلى رأسهم قداسة البابا فرانسيس بالفاتيكان. كمان خبرينا أكثر على هذه التجربة. حصد السلام كان زي ما حكيت لحضرتك، كان لابد أن ألتقي مع شخصيات كبيرة لها علاقة مباشرة في موضوع الحوارات الأردنية. فأحد هذه الشخصيات وهو مركز الكاثوليكي، المركز الدراسات الدينية في الفاتيكان، فصار إلي الشرف وصارت هاي فرصة بعتبرها ذهبية، بأنه حصلت على مقعد في الأوبن أودينس فأحد هذه الجلسات بالأوبن أوديس مع قداسة البابا فرانسيس، لأنه كان وقتها ب 2014 أول مرة قابلته، كان جاي إجي على الأردن. أوكي. وبعدها بثلاث شهور طلعت وقابلت رئيس حوارات الأديان وقتها
مونسيور جون بول توران الله يرحمه انتقل الآن ورجعت 2018 وأهديت الكتاب لبابا فرانسيس لأنه جزء كتير كبير من هذا الكتاب كان المقابلات الصحفية اللي عملتها بالفاتيكان. خلينا نحكي شوي أكتر كونك إعلامية لأنه ذكرنا كمان بمقدمة الانترفيو أنه حضرتك قصة نجاح أردنية كمان ومنعرف يعني عم تشتغلي على نشر ثقافة من خلال الإعلام، قد إيه أهمية الإعلام بهذا الموضوع؟ رائع السؤال لأنه احنا بشوف انه الرسالة الإعلامية هدفها احنا بس منقول سلام مع لا نقصد بس السلام السياسي، احنا منطلع السلام السياسي شوي لأنه كتير مهم نتطلع على ذواتنا قبل ما نطلع على الدائرة اللي كتير بعيدة والطريق اللي كتير بعيد، مبلش خطوة خطوة. فالسلام المجتمعي فرأيت بأن رسالة الصحفي الحقيقية هو النشر والحث على إيجاد السلام المجتمعي. هذا لا يعني بأنه نغض النظر على زي ما قلت لحضرتك على المشاكل الموجودة والمعوجات الموجودة المجتمع وهي كثيرة، وإنما نحن منركز عليها لهدف البناء المجتمعي وليس لهدف الانتقاص. فأنا بشوف أن قوة الإعلام تكمن في الكلمة، ونحن بنعرف الكلمة اللي بتطلع إعلامية هي السيف ذو حدين، إذا يا بتبني أو بتهدم. فإحنا تكمن قوة الإعلام في القوة للبناء. وطبعاً هذا برجع لنوعية الإعلامي والشخص نفسه وثقافته وثقافة المؤسسة اللي بينتمي إلها. بس بالمجمل رسالة الإعلام، لأنه إذا بتعرف حضرتك وحضرتك إعلامي وأنا صحفية، إنه نحن في لحظة من اللحظات ممكن نرمي كلمة عابرة وهاي الكلمة بتكون غير مقصودة، فبتحس إنه بتثور المجتمعات عليها وممكن يصير فيها تداعيات كتير أكبر. وإنما عم فكر إنه الوعي الذاتي عند الصحفي والثقافة الصحفية هذا إشي كتير كتير مهم. اختيار النوعية الصحفية اللي بدنا إياها حتى تمثل البلد، كان في الصحافة المرئية المقروءة والمسموعة، هذا أمر كتير مهم. فالصحافة وعلمونا بالصحافة بأنها هي ناقل للخبر، لكن زي ما أنت بتشوف هلأ اللي هي صانعة الخبر والحقيقة صانعة المستقبل. إذا إحنا بدنا مستقبل مشرق علينا نكون مدركين لهذا الأمر ومدركين ما يدور حولنا من أخبار، وخاصة على السوشيال ميديا قديش منتشر أخبار يمين وشمال وهدف معظمها للزعزعة والشقاق والتفرقة. وهنا أكيد يعني في مسؤولية كتير كبيرة على كل الإعلاميين لأنه بالنهاية عم بتوجهوا كمان على المجتمع ككل مش بس لشخص أو شخصين. خبرينا أكثر عن تجربتك كامرأة إعلامية، ومنعرف نحن المجتمع العربي شوي بعده ذكوري وبعده بتواجه كتير الامرأة بمحلات معينة وبوظائف معينة صعوبات. شو الصعوبات اللي بتواجهها الإعلامية بالمجتمع العربي؟ عشان نكون احنا صادقين، الإعلامية تواجه الصحفية والإعلامية تواجه نعم تحديات كتير كبيرة، لأنه لا تزال العقلية عند البعض بتقول إنه المرأة لها دور واحد أو خلينا نقول دورين معينين، هي الإنجاب وتنظيف المنزل. أوكي هلأ أنا لست ضد، بل بالعكس، إذا هي مرأة متزوجة عليها أن ترتب أمور حياتها وأولوياتها، وإذا مرأة غير متزوجة عليها أيضا أن ترتب أولوياتها وأمور حياتها، وإنما لا ينحصر عمل المرأة في الإنجاب وتنظيف المنزل ولا هالدورين الثلاثة الموجودين جميل جداً، وإنما لا ينحصر. فالمرأة الصحفية عم تواجه لأنه في عقلية بها مسيطرة على البعض حوالينا ونعيش معهم أحياناً نتعامل معهم، لا يزال عندهم هاي الفكرة. التحدي حتى نكسر هذا التحدي هو على الإعلامية بالذات، الصحفية والإعلامة عليها أن تكون امرأة مثقفة. احنا بشكل عام نقول المرأة عليها أن تكون مثقفة، عليها أن تثقف حالها وعليها أن تعرف ذاتها، تعرف شو بتحب، تنمي ذاتها من كل النواحي، شو في عندها رغبات، لأن هي طول ما هي نمت حالها بتنمي بيتها، فما بالك إذا كانت هي إعلامية أو صحفية، شوف التأثير الكبير على مجتمعها قديش ممكن يكون إذا كانت هي مثقفة وقادرة على يعني إيصال رسالة ممكن فيها ممكن تكون مثال يحتذى به لكثير من النساء. فهي عليها أن تكون واعية مثقفة، الشهادة كتير حلوة وكتير مهمة، لكن الثقافة هي بتجمل الشهايد اللي معها. مزبوط، ونحن دايما بنقول يعني الامرأة كمان بتقوم بدور
أهم بالمجتمع، لأنه هي اللي بتربي الأجيال اللي جاي، وهذا الشيء كمان كتير مهم، وعم نشوفها مش بس عم بتقوم بدور تربية العائلة ولكن كمان عم بتقوم بدور مهني وعم تتولى مناصب كتير عالية بالمجتمع. رولا، بدي أرجع أشكرك رولا هاني السامعين، صحفية وكاتبة، وكمان بنرجع بنقول قصة نجاح أردنية كتير مهمة. ميرسي كتير إليك، وإن شاء الله بنكون على استضافات تانية لاحقة عن مواضيع تانية وأكبر كمان. شكرا كتير، بتشرف. ميرسي رولا. صبحيتنا بتكمل ولكن بعد هذا الفاصل.